أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج صباحهن من العاصمة الحبيبة بغداد من الكاظمية. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين بطيانة. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من الكاظمية ومن أمام باب القبلة، إحدى بيبان مرقد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. حياك الله استاذ والسلام عليكم. اهلا وسهلا. شلون الصحة؟ الله يعطيك العافية. الله يحفظكم. من؟ من النجف. حياكم الله. حيا الله من قلبك. مدينة أمير المؤمنين عبد النبي طارق. الله يعطيكم العافية. حياكم. شلون النجف؟ نعم الحمد لله. خير؟ خير. نجف لو كوفة؟ كوفة. كوفة. بلي. ميثم التمار. أحسنت. أحسنت. ومسلم بن عقيل. مسلم بن عقيل. نعم مسجد السهلة. رضي الله عنه. الله يسلمك. الخدمات شلونها بالنجف الكوفة؟ الخدمات جيدة جدا. زينة؟ مباشرين بالتبليط. والمجاري يعني واكو قيد الانشاء هسه توسعه مدخل المدينه هسه جاي يسوونه في كربلاء. طيب النجف بدها تتوسع لو ما بها؟ نعم لا تتوسع. تتوسع بس نقطه واحده. شنو الخدمات مال البلديه؟ البلديه بس البلديه. شنو النظافه لو شنو؟ بس التنظيف. ما عندكم مشكله بالتنظيف؟ بس التنظيف بلي. ظلت بلديه عندها مشكله بالتنظيف بعد بهالدنيا هاي؟ بعد هاي موجوده. بلي. يعني هي ابسط قضيه، يعني هسه لو تقول لي مثلا تبليط اقول لك هي مثلا ممكن مشكله بالتبليط، بس تقول لي تنظيف مشكله هاي صعبه. هو تعال انت وشوفه. يعني انتم التبليط يعني مو طعن بالمحافظ، لو طعن بس موجود تنظيف. لا هو ما ماكو شيء شخصي. نعم. اليوم بدنا نحكي عن ما يحتاج المواطن. نعم. اكو وظائف فرص عمل بالنجف لو لا؟ موجوده. اكو فرص موجوده. هو القرار بس 315 اذا يطبق. اذا يطبق مال العقود تقريبا ينقضي على اكثر هذا الشواغر. يعني طريق النجف من بغداد النجف شلونه مشوارها؟ الشارع شلونه؟ زين يعني هسه السريع جيد جدا. ها السريع مقطوع بالنص عن الحوادث ترتيبات. زين جيد. زين منا لكم الخير ان شاء الله. الله يساعدك. شلون الصحه؟ طلاب لو شنو؟ الله يساعدك. يساعدك يا روحي. طلاب؟ يا مرحله يا صاحبي. ثالث متوسط. ثالث ايضا؟ طالب جامعه. طالب جامعه. بالنجف ايضا طالب؟ انت بغداد وين؟ لا محافظه بابل. بابل، انت بابل ايضا؟ محافظه بابل. شلون الحله؟ والله زين ماشي الحال. تنفس الحله لو بابل اطراف؟ لا بابل قضاء جبله. جبله؟ حياكم الله وحيا الله جبله. شلون وضع الجبله؟ هو قضاء جبله وكان ناحيه ستوسع صار قضاء جبله. شلون القضاء؟ خدمات والله زينه يعني. هي منطقه زراعيه الجبله. بالضبط. حاليا هسه لا هسه مي ماكو، ما زراعيه كلها ماكو. انتهت الزراعه؟ اي زراعه انتهت، المي هسه قطعوا عليها. ايه هسه عندنا بس. ايش تصير اذا تنتهي الزراعه؟ والله ما اعرف هسه، بس الموظف عايش بيها هسه الفلاح لا قام التجا وين المدنيه يمنه. لا مي بعد يوصل لا شيء، فقام جسر وقام حتى زرع بعد ما قدر يزرع لا شيء، التجا للمدينه. صار يشتغل بالضبط في المدينه. اي بالضبط. زين كليه حكوميه لو اهليه؟ لا حكوميه، جامعه بابل. جامعه بابل. زين شلون هالجامعه بابل؟ والله لا زين، الجامعه زينه. والله جامعه بابل لا زين الحمد لله. حياتنا لكم، ان شاء الله نزور، والله نزور بابل قريبا ان شاء الله. شلون الصحه؟ عيون الذهب. عندك امتحانات لو؟ امتحانات بالناوج بدينا بالدوام. ها والله دوام بديت لو امتحانات؟ لا بدينا بالدوام. بدوام هاي السنه الجديده. اي السنه الجديده. شلون مدارسكم؟ والله جدا زينه. زينه حلو؟ نعم زين. تهم جبله لو؟ اي ويا هم جبله. اي المدارس زينه لو مو زينه؟ والله زينه. زين جدا. جيد. شو اللي يحتاجه من بابل؟ شو يريد؟ ها؟ شو يريد من بابل؟ شنو مطلبه؟ يعني شلون؟ عنده فد مطلب يطلبه؟ كل شيء ما يطلب بخير. خير؟ اي والله. ما عندكم اي نقص؟ لا مي ماكو، مي ماكو. لا مو مي، اي نقص ما عندكم؟ لا ما عندنا كل شيء. ولا اي مناشده؟ كل شيء، وقام يرتبون وكل شيء جبله صارت جدا. يعني ماكو اي مناشده بالبابل؟ كل شيء ما محتاجين. اي شيء ماكو؟ ماكو كل شيء. لح المقدم مو هاي؟ لا. الله يكونك عيوني على اخوي. شكرا. السلام عليكم. الله يسعد اخويا. هلا مرحبا. شلون الصحة؟ الله يسلمك عمري. السلام عليكم. حياك الله يا غالي. شلونكم يا من وين استاذي؟ من ابو غريب. حياك الله. عمري. من وين؟ ابو غريب. ابو غريب. شلون ابو غريب؟ والله كل الزينة الحمد لله. زينة؟ الحمد لله ماشية. خدمات ابو غريب سولفوا لي هسه، نسولف على الخدمات. والله مو ذيك الخدمات يعني، مو تقول ذيك الخدمات اللي. لا هي وين الخدمات؟ مو ذيك الخدمات. اي لا وين الخدمات؟ اي اوضاع شوية حيل. نسألك عن مستشفى ابو غريب شلونها؟ مو زينة فدنو. مو؟ اي تعبانه حيل. اطباها
دكاتره كلها. طبعا ابو غريب يا ساعه ويعزل الناس تبدا تفرق شوارع. انت تروح بالعشره ب 11 تجف الدكاتره كلها تروح، كل واحد يقعد بغرفته يقعد. ماكو لا دكاتره ولا هاي. 9 ب 8 شويه يصير حركه. اها اي ماكو ذيك الاداء كله عاطلين عن العمل. اكو بابو غريب هواي لولا والله يا عم. احنا 12 اخ، 12 اخ ولا واحد عنده عاطل عن العمل. كلها تشتغل؟ كلها كاسب. تشتغل كاسب ماكو يعني كلها عاطله عن العمل. كلها تشتغل؟ كلها تشتغل. ما عندنا عاطل عن 12 واحد شو يشتغل؟ واحد حد هذا صدر مال سيارات، الثاني فيتر، الثالث كلها مهن عنده. اي نعمه اللي لازم له مهنه نعمه الحمد لله. بس الرعايه هم مريوده اكيد 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 مريوده أكيد. هي شيء بسيط بس طبعا أي. طبعا هذا واجب الدوله. حياك الله. السلام عليكم. طيب قلبي شلون كبار السن المحتاجين الرعايه؟ اكو عندكم مكاتب الرعايه الاجتماعيه للتقاعد بابو غريب؟ خلينا والله ده اجيك يا هي من الاخير مو ابو غريب. 3/4 هل وضعيته مدفين؟ 3/4 3/4 شنو؟ 3/4 وضعيته مدفين. طلع من عنده ربع فقط. اي اه اي انا احكي كالعدل. هذا اللي يبيع لبلبي، هذا اللي قاعد بالطماطمات، هذا الخيارات. شنو اللي يريد المواطن بابو غريب؟ اكثر شيء يطلبه شو يطلب؟ عم يوفرون له العمل كل شيء ما يريد. عم وظايف عمل. هسه مو اخوي قال ما عندنا مشكله بالعمل. اكو عمل. وينكو عمل؟ بلطه وشارع. وينكو عمل؟ احكي لك على تبليغ. بلطه وشارع. هسه احنا تعيين هسه ولدنا. انا سالت على فرص العمل. اكو قلت لي 12 واحد يشتغل. احنا فرص عمل يعني احنا بجهودنا مو تقول بجهود. مو بجهود الدوله. يعني جهود الحكومه. قلت لك امشي العمل هو بس فقط للشباب، هذا تقدر تسيطر عليهم ولا ما تقدر تسيطر؟ اها لانه العمل يقضي حتى على المشاكل. شلون العاده راح النفسيه احسن الهدوء احسن. تحياتنا لابو غريب. ابو غريب حياتي الفلوج. حياكم الله. حياكم الله. السلام عليكم شيخ. تفضل. عليكم السلام. تعال صوره للشيخ. شيخ الصوره يعني تعال صوره عوف خليك بدك تصور. شلون الصحه شيخ؟ نعم الحمد لله خير. الله يحفظك ويسلمك. شلون الشيخ بخير ان شاء الله؟ نعم الحمد لله. وش ناصري والنعم نعمه حالك. حي الله ذيقار واهل ذيقار. حي نباك. من وين؟ من الناصري؟ نفس الناصري. نفس المركز. المركز الحمد لله والشكر. حياكم الله. حي نباك. شلون الناصريه؟ شلون اهل الناصريه وضعهم؟ والله الناصريه مرمره اللي انطرقها كلها محفره. صح. حوادث يصير بيها بالطرق خارجية. يصير لأن أول مرة ماكو اعتناء. يعني رغم المبالغ اللي تصرف لها بس طرقها بعدها مو زين. والبطالة الموجودة بيها والفساد الإداري والمالي ولا هو شامل كل العراق. زين. ونتمنى نقضى على هاي الظاهرة. شيخ من يا عمام أنت؟ أنا أول مرة أسأل هذا السؤال. أنا من بني خيقان العساكرة. خيقان. خيقان. والنعم. والنعم. عشيرة العساكرة. ذولا معدلين ناس. أنت طيب. زلم معدلة ذولا. أنت طيب. شيخ أريد أسألك على السناين الموجودة بالناصرية. نعم. أكو اختلاف. إحنا السناين اللي هي القواعد العشائرية. أكو اختلاف بين بغداد والفرات الأوسط والغربية. هي. اليوم الناصرية. بعدها على سناين قبل لو جت ويا الوضع الحالي تحدثت من قوانينها. الناصرية طبعا هي المعلومة أفيدك بها هي المرجع العشائري لكل العراق. صح صح. هذه الناصرية. أكيد. ثانيا السناين العشائرية مثبتة وموجودة بس يعني مو شرط بالناصرية، بكل المحافظات اكو ناس تخرج عن هاي السنين بسبب الظروف والأوضاع والمتغيرات اللي حدثت. اكو أمور ما كانت مثل موجودة حدثت هسه بس هم إلها سنين موجودة. البعض سووا هاي السناين تجارة شيخ. هو الإنسان حظه وبخت. حظه وبخت. فاللي يسويها تجارة بعد هذا حدث ولا حرج. صارت لو ما صارت شيء. صارت بس مو من الناس مو من الناس اللي المعدلة. الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ ما يسويها. ما يسويها إلا لأن معروف. إلا حديثي. حظه وبخت ما يقدر يتجاوز ما يقدر. وقول الحق إحنا نسأل الله. أن يوفقنا على قول الحق ولا يوفقنا على قول الباطل. الشيخ المشيخ مسؤولية ضخمة طبعاً. هو سهلة. خادم الشيخ هو خادم للعشيرة. هي. وأبناء عشيرته أو هو ممثل عنها أو ناطق باسمها يعني مسؤولية بس أهم شيء
ثاية وثنية وبخت أن يعبد البخت وأن يقول الحق. إن شاء الله يا رب شيوخنا إن شاء الله. إن شاء الله. لو صلاة عندهم الحظ والبخت. شيوخنا لصلاهم وأهل الحظ والبخت وأهل العلم والمعرفة وأهل الحال وأهل الرأي. كثيرا من أمور ومشاكل الدولة جاي تحلها العشائر. تحياتنا لكل عشائرنا الكريمة شيخ. الله يحفظك. وش عندك أنت بعد ابن الناصر؟ إيش عندك كلمة؟ شنو مطلبك؟ شو تتمنى؟ أنا أتمنى أول مرة القضاء على البطالة. إيه. وإيجاد فرص تعيين وخدمات. وزيادة رواتب المتقاعدين، المتقاعد الذي أفنى عمره وطوال عمره وأفنى حياته في سبيل خدمة الوطن. أول مرة لازم بكل الأمور هو السباق. صح. راتبه أول الرواتب. صح. زيادة راتبه لأن وضع الصح هم أكثرهم كبار السن، يعني هو راتبه يقضي بس للأمراض المزمنة. صح. يعني المفروض أزيد من رواتب. تحياتنا لخواننا بني خيقان. الله يسلمك. وتحياتنا لكم ان شاء الله وللناصرية العظيمة. سلامتك سلامتك يا الله. الله يسلمك. سلمنا على الديرة. حياك الله. السلام عليكم. شلون صحة قوام الله؟ احنا نداوم وزارة التربية. ايه؟ ما لنا ترفيع. ما لكم ترفيع؟ ما لنا ترفيع. ما قلت انتم موظفين خدمة. ما لكم ترفيع. ليش موظف خدمة؟ عنده تدرج وظيفي. احمد الله والديك. ما لنا كل شيء ماكو. وصلنا متعينا من 2014 12 2 كلش ما لا حصل ترفيع. راتبك نفسه نفسه نفسيته ما يضل ما تغير ما تغير نفسيته. زين انت موظف او عقد؟ لا موظف على الملك. علاوه مع علاوه بس علاوه سنويه 3000 دينار. كل ايش قد علاوتك سنويه؟ كل سنه تجيني 3000 دينار. ما يجيني ترفيع. ما يجيك ترفيع. أوكي. بس العلاوات قاعد ناشد وزاره التربيه. والله وديك التربيه لو نفض. لا التربيه. تربيه وزاره التربيه يعني تعامل خدمه ما وديك. بابل ناحية أبي غرب. ناحية أبي غرب. الله وديك. حياك الله. إن شاء الله تسمعك وزارة التربية. حياكم. تعال حبيبتي. شلونك؟ زين. شو اسمك؟ براء. ها؟ براء. براء؟ براء. إيش كشك على هنا التكاتك؟ بدنا نسمع براء اسمك؟ لا اسمي فرح. فرح. تعيم هنا فروحة. وين بابا وماما؟ لا قوم وقف أنا قاعد على مودك. وينهم؟ هناك؟ زين. صار لك ايش قد هنا جيت هنا صار لك هوايه؟ زرت له بعد ابوك يجيبك؟ زرت له بعدك؟ زرتي؟ عافية بالسباعية. انت مو طالبة مدرسة ولا روضة؟ لا بعد ما مسجلة. بعدك ما مسجلة. حافظة شيء؟ سمعينا شيء؟ نشيد؟ ما حافظة أي شيء؟ حافظة الكلمات. يلا خلنا نسمع. لا لا لا. عندي صوتك. لا تستحي لا تستحي. لا لا لا. بس تعال شنو؟ لا 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 لا. أي كملي يلا. زين أعطيني بوسة وروحي. أنت بوسي مو أنا بوسي. الله يحفظك. مواطن ابن الناصرية وابن بابل كل مناطقنا المحترمة عندها مناشدات. فيفترض على السادة المسؤولين بالأخص السادة المحافظين اليوم ب 2022 اسمعاني ببابل عندهم قضية نظافة ورفع نفايات. الناس وين وصلت يا سادة يا مسؤولين؟ الناس اتطورت بكل شيء. احنا بعدنا ب 2022 نحكي لنا وحاوية ما عندنا عمال نظافة قليلين. هاي مشكلة كبيرة لابد أن تعالج. هاي رسالة للسيد رئيس الوزراء المحترم محمد الشياع السوداني. يفترض تكون أولوياتنا الاهتمام بالمواطن. أساس المواطن أن نهتم به، وراها نتدرج بما يحتاج المواطن. فإن شاء الله الله يعينكم على هاي المهمة. حياكم الله. السلام عليكم. الله يخليك. شلون الصحة؟ الحمد لله. على من وين؟ والله أنا من المحمودية وساكن كربلة. حياك الله. الله يسلمك. هسه ساكن كربلة؟ أي نعم. مدينة الإمام الحسين عليه السلام. الله يسلمك. شلون هاي كربلة؟ خير الحمد لله. حلوة كربلة. إي تخبل. بوجودكم إن شاء الله. الله يحفظك. حركة بيئة تجارية زين. إي. مو؟ إي. الإعمار شلون بكربلة؟ خير من الله. زين. زين. أنت ابن المحمودية. إي. خلنا نجي هسه نحكي عن ديرتك أول مرة. إي. المحمودية شنو يحتاج لها؟ والله يحكي لي عن المحمودية جديدة. لا 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 الحمد لله خير من الله. لا لا بيها. بس أكو أحياء بالمحمودية لسه ما حد واصلها. ما واصل. إي يعني حي العدالة. تخطيط من عدم الزمان عند تخطيط لك هذا المحموديه كامل. لا لا ليش لا 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 اذا اكو شغل لا شغل ست فاطمه البلديه تشتغل خفاجي تشتغل كلش ما تحياتنا لمديره البلديه ست فاطمه. اي نعم. بس عندنا نقص معنا هذا ما وصل العداله. العداله هو مخططين له كامل بس على الموازنه يخلص يعني صرف. على هاي الصرف صرف يعني معناها يمكن على دارة المشاريع يجوز. اي نعم نعمل على دارة المشاريع. نعم. زين
فرص العمل بالمحمودية اكو ولا لا؟ اكو. اكو عمل؟ اكو والله. ولا شنو الاعمال اللي موجودة؟ كل شيء اكو. هو اللي يعني شنو الاعمال يعني قصدك؟ الاعمال يعني اعمال تجارية، محلات تجارية، كل شيء بيها. هو اللي يحب يشتغل يبدع بالشغل، يدور يدور منها من زين. دامك موظف؟ موظف. موظف. رواتب دوائر الدولة تكفي اللي ما عنده بيت يعني المؤجر اللي متزوج وعنده أطفال؟ الراتب الحكومي يكفي؟ لا، هو أكثر الموظفين هسه يشتغلون شغل ثاني ورا الدوام. شغل ثاني؟ إيه. وبالتالي الراتب ما يكفي؟ ما يكفي. إيراد زيادة بالرواتب؟ أكيد. زيادة بالرواتب لين كثرة الطلب بالسوق صعدت. يعني مو إحنا حتى نخلي النقاط على الحلو على الحروف، يعني رئيس الوزراء لازم يعرف إنه السوق عالي والرواتب قليلة. ما حد قايل له السوق صاعد والرواتب قليلة. فلازم اكو موازنة. ماكو توازن. اي ماكو موازنة. صحيح. صح. تحياتنا المحمودية وكربلة. الله يسلمك. في دول العين. الله يسلمك. الله يساعدك. الله يساعدك. شلون الصحة؟ من وين؟ من المعالف. المعالف على ما درويش. درويش. اي ما تراف. ما درويش. والله شو اسولف لك عن معالف؟ كانت تغرق بعدها تغرق. اي بعدها تغرق. لا عود والقران عود بلطه كل شيء ماكو. الرصيف يعني شايف لك رصيف عالي ما شايفه. عندي صوره انتشرت بال 2015 يمكن 15 انتشرت. ايه. كلش نزلت مثل هذا البنطلون القماش كفويته للركب. ايه. نزلنا بطيان هسه على التبليط. انا نزلك بطيانه. شنو رايك هسه على التبليط؟ انا نزلك بطيانه على التبليط. اي على التبليط. حلو. شايف لك يعني تبليط يفوت لوري ينخسف اكو شيء تبليط. انا هاي البنيه التحتيه تعبانه. انا تعبانه. شايف لك استداره ماكو. لازم تفتر منها نهايه الربيعي. من التراث نهايه الربيعي يلا استداره. لا استداره لا ما ادري شنو لا شغل يعني مقاطعين العالم ما تعرف يعني شنو. بالليل نصبوا مشتركات من السته لازم اول تكاتك يابا. ها قالوا له انت بالسته لازم تلزم. زين هو من السته يبدا يشتغل. هذا سال على اردفته. هو من السته يبدا يشتغل. هذا قرار دولة. اي مش داقل. اي مش داقل لك. انا هسه هو عدى تعيين حتى يطلع. انت موفر له تعيين وموفر له اكل وشرب. اي هذا القرار. هذا القرار. زين هسه انت اليوم الداخلية. انت اليوم ملتزمهم. ملتزم وهذا قاعد تلزم المقرودين الفقراء. هو هذا لو عنده يشتغل بالتكتيك. صح. ما عنده. صح. هو يعني لذلك انا اقول لك لذلك يعني ما انت من انا وقيس. لا تبليط لا مناطق براس حظ كل شيء ما تمام. يعني انت من انا وقيس. انت تقول انا ب 2015 نزلت صوره لي جاي يعني هسه لا تروح يجوز ما ادري يجوز لا اطق هالمره مع صوره تقول 2015 2022 اللي حطش بهاي الصوره. الله يعينكم. حياتنا للمعارف واهل المعارف. تاج راس. حياك الله. السلام عليكم. شلون الصحه استاذ؟ غاتي. حياك الله. من وين؟ والله أنا من بغداد الزعفرانية. حياك الله. شلون الزعفرانية؟ زين. خدماتها؟ والله زينة يعني. مدارس أحسن ما غيرها. والله مدارس تعبانة خاصة هذا الفصل. يعني أكثر الطلاب يشكون من الكتب قرطاسية وكتب يعني نتمنى الخير نقول بكي تعديلات جاية. أنا أندلهن كلهن. منطقة منطقة تسولفوا يعني شوية بالبداية أسأل عام وراء أخصص مدرسة. أيه. مستشفى. أيه. يعني كل منطقة ببغداد ما تلقاها متكاملة. هي المناطق الشعبية دائما مهمولة. مهمولة دائما يعني كل منطقة. وهو العكس المفروض الشعبية. أيه. بيها ثق الناس. ثق الناس وعدد سكان أكثر كثافة سكانية بيها. فإحنا نتأمل الخير نقول بلكي الله على التشكيلة الجديدة تعديلات تصير بوزارة الصحة وزارة التربية نقول الله كريم. أكثر قرار تنتظره من رئيس الوزراء شنو؟ تقول يا ريت يصير هذا القرار اليوم قبل باكر. والله أكثر قرار ننتظره احنا بصراحة غير الأمان. الأمان؟ شو يريد يسوي رئيس الوزراء؟ يعني قوي. قوي الدولة والمؤسسة الأمنية. قويهن. إي يعني أنت من يصير عندك أمان بعد؟ يعني حصر السلاح بيد الدولة. أكيد. أحسنت. هذا أهم قرار والله. أهم قرار. أنا أشكرك دعاياتنا الزعفرانية وأهلها حياكم الله. خلي نخرج بفاصل سريع ونرجع لكم قويان. حياكم. اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين. عدنا من الفاصل وبعد الفاصل الحديث مستمر عن الخدمات مشاكل الناس. احنا ايش عندنا؟ احنا بس بدنا ننقل الصوت من الشارع الى الساده المسؤولين والمشاهدين. هاي اللي الامانه اللي قاعد نوصلها الى السيد المواطن اللي دا يشاهدنا بالتلفاز ونوصلها للساده المسؤولين. بالتالي الصوت هذا صوت قراءه القران الامام موسى الكاظم عليه السلام بالمرقد. فهذا هذا التهذيب النفس ومن يعني حتى احنا ما نقطع او شيء خلاص صوت القرآن الكريم
فخير ما يسمع يسمع اذاننا وقران الكريم. نكمل حوارنا ويا الساده المواطنين ونشوف الشباب منين. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير الحمد لله. من ابو غريب. مو سويت لك ذاك القناه وبعد؟ لا اول مره. اول مره شبيت بيه مواطن قبل شوي. حياك الله. شلون ابو غريب؟ والله شباب كلهم من ابو غريب؟ ايه. وين تعال هنا اهل ابو غريب. تعال ابو غريب وينكم؟ تعال شباب ابو غريب. شو تعال محمود. شلون وضع الشباب ابو غريب؟ والله الحمد لله بس بعض الخدمات تعرف والخدمات يعني مثل الطرق الاسواق يحتاج لها الكثير من الخدمات والاصلاح. وجسر المشات هناك الكثير من الحوادث قبل يومين او ثلاثة. يا جسر مشات يا هو. جسر مشات يحتاج يعني يحتاج جسر يحتاج. قبل يومين او ثلاثة ممرضة في مستشفى ابو غريب اثناء عبورها الطريق العام ادى صدامها بحادث سيارة وادى لها وفاتها. يعني هذا الشارع من المستشفى على السوق. اي على السوق. جاي نشكي من هواي انعاد منعت هواي والله هاي. أه. هاي سبب حوادث عندنا في ابو غريب. من المستشفى من تعبر للسريع الدولي. تعال لي جا. هاي ما بيها لا بيها سدارة عامة ولا بيها جسر ولا بيها جسر مشات. هاي السيارة يطلع من البانزي خالة يطلع من المستشفى يطلع من السريع. مرور ماكو مرور؟ اي مرور ما بيها وجاي سبب حوادث. سيد لواء طارق المحترم مدير المرور. قاطع ابو غريب في مشكلة ظاهرة. سبب حوادث على سريع الدولي مقابل بانزي خانة جوارة العدنان. اللي مسجلة عتبه. انا رايح لابو غريب هواي ومصور. نعم. ابو غريب هذا الشارع اللي يقولون عليه الشباب. ايه؟ اللي هو مقابل سوق ابو غريب. نعم. الشارع اللي يطلع على القرى. مضبوط هذا. والمقابله مستشفى ابو غريب العام. مضبوط. هذا الشارع ما بي دوره مرور انا شايف يعني مو مواطنين يقولون يعني. ما بي الا ما يسبب حوادث هواي مواطنين يسوقون من السوق ويعبرون يسبب حوادث. والمشكله الثانيه اللي هي اهم سريع الدولي من انت جاي من بغداد وطالع على الفلوجه. ايش فيه؟ اكو بنزينخانه قبل نهايه ابو غريب. نهايه ابو غريب يصير هاي البنزينخانه اكو استداره قبالها مفتوحه بس هي الوحيده. كلهم سدون النزلات والاستدارات بس هاي بقت. هاي خلوها على مود لين البنزينخانه. هاي البنزينخانه شويه امورهم ماشيه. هاي سبب حوادث هواي هواي سوت مشاكل هواي حوادث صارت. تجي السياره تعبر تجي الثانيه تصدم. يعني تصميم مكانها غلط ويسدون الاستداره ويسوون جسر. هاي اللي قريبه على الغزاليه؟ لا قادم من ابو غريب تعبر القريه ورا القريه قريه الذهب الابيض وراها. ها 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 مضبوط. حياك الله. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ الله يسلمك. من وين حجي؟ من بابل. يلا بابل. الله يسلمك. شلون الصحة؟ والله بابل شلون؟ والله احنا قطاع طريق بالطبر قرية الحجام. اي هناك؟ اي خدماتها شلونها؟ والله برحمة الله زينين. زين الخدمات؟ زين شوي الخدمات احنا ما ميكم شلونه؟ والله المي ضعيف ما عندنا. ضعيف؟ اي والله المي ما يعني نسالة موجودة. بس مال سقي النخل والهلال الزرع راح يتدمر. الزرع مات. الزرع ما راح نخلي زرعنا لا حلال ولا زرع. ايوه يعني دمرنا دمار صدق يعني احنا يعني وصفنا الجدول وما نخلنا مات وقعنا مات. بيش كانت تشتهر بالبابل سابقا؟ بيش تشتهر بالزرع كانت شلون تشتهر؟ كانت برحمه الله الدولم يذب اربع وزنات. الدولم الواحد كنا يعني فيضان البذول مالتنا كانت تفيض يعني نشقى عليها البذول مو الجداول وهذا البذول. اي والله تفيض. البذول قاعده تفيض من ابي سنه الحكي. ها ابي سنه وقت هذا البائد نظام البائد بطه. نظام البائد كان يطفو المي. اكو مي والله. والنظام الرحماء هذول رحماء القوم هسه ماكو. جونا سكتونا سكت يعني نهونا. اي والله حياك الله. زين شنو اللي تريدوا هالباب شنو اللي عندكم نقص؟ والله احنا هو المي يريده. مي. اي والله الشارع العام اللي يربط بين بغداد والنجف. ايه. الشارع الرئيسي ايه. مال المحكمة وغيره. اي هذا لحد الان ما سووه. اي والله لا خصية داخل الحل يعني هاي الشوارع يعني صارت لك نقر وقصات وصارت لك شلون الكرامة مال اها. اي والله يعني باكو مكانات لا هذا الشارع يعني. يفوتون عليه السيد رئيس الوزراء يفوت عليه. سيد رئيس البرلمان يفوت عليه، السادة الوزراء كلهم يفوتون على هذا الشارع. أنا أطلب طلب. كل اللي رايحين لزيارة الإمام علي عليه السلام يمرون على هذا الشارع. ثم ما صار لك شارع. ثم وين توصلون صوتنا إن شاء الله؟ وشغلتنا إحنا نوصل الصوت حجينا. والله أنا محتاج لشغلة وأنا يعني إنسان فقير يعني ما عنده وعنده مال راتب مال عطلين. اللي نقدر نساعدك فيه ما نقصر. أيوة. والله. عنده راتب مال عطلين وعنده معوق. زين. صرت على المعوق معين.
صار يطبعون راتبين يعني انا ما اعرف فيها، سووا لي هويه وكملوها. ما تعرف فيها لو قالوا لك حجي غلس؟ لا والله ما اعرف، لا غلست ولا شيء، سووا لي هويه كامله، لا قالوا لي اعترضوني زين، لا فد شيء بالبدايه ما غلست. هسه قطعوا الراتبين، اريد هسه يعني من العاطلي للش اسمه باسمك الكتاب؟ لا باسمي شنو انا عمي، لا كل الوادم يعني ماكو شيء. طيب مو بس انا اقول لك، مو بس انا يعني. قبل اسبوع ست رقيه مكتب وزير العمل مكتب الاعلامي انا احكي وياه بالتليفون نفس شغلتك مره مطلوبه 14 مليون لانه ماخذ راتب منا ومنا فلازم مال لازم ما ابني يعني هو معوق ما له دخل ما لا مزور ولا بس انت يعني انت ماخذ راتبي ماخذ صحيح معين على ابني يعني ابني انحسب عليك انحسب عليك لازم تسدهن وانا براءة ذمه هاي براءة ذمه يسخونها لازم تجيب براءة ذمه انا لو ادري واعرف هاي شاهد الله حتى اثنين الماخذ وهاي نص العراقيين واقعين بها اي ليش هيك يعني والله ما ليش ما يحترمونا يعني لانه ليش ما ليش سووا لنا هويه يعني اي هو هذا خلل وين؟ وين يعني؟ خلل هم بيهم ليش بيهم؟ انت اليوم المفروض من طلعت راتب مال معيل باسمك يتروج معامله ثانيه يقول راتب رعايه يطلع اسمك انت مستفيد فهاي رساله لوزير العمل الجديد سيادة الوزير يعني اقول لك الاف مئات الاف مشاكل من هاي قاعد تصير مئات الالاف يعني انت اليوم انا اشكرك حجي ما اقدر اساعدك بهاي القضيه ما ادري يعني انت اليوم راتب معيل معيل اللي مريض يساعده تطلعوا له راتب هذا المعيل يروح بعد فتره معينه يقدم معامله جديده مال عاطل عن العمل وتطلعوا له راتب عن العاطل عن العمل بعدين من تدرون وراء اربع سنوات خمس سنوات يتوقفون الراتبين وتقولوا له رجع لنا اياها هاي دين عليك على الدوله ويتحاسب وينسجن هم من يوصل زين هو انتم اذا النظام الصح مال وزاره العمل اذا صح شغلكم انت من صدرت راتب واحد انت عندك داتا مركزيه للمستفيدين من عندك المفروض اللي يطلع يمشي معامله قبل ما تسوي له اي اجراء انت عندك راتب يا اخي العزيز يا السيد المواطن عندك راتب ما من حقك تطلع راتب ثاني وقعت الناس بالملايين متلتله تحياتنا لك حجي حياك السلام عليكم حياك اول شيء انا اعرفكم بروحي انا احمد خليل حسن من محافظه بابل خريج كليه العلوم جامعه بابل قسم الفيزياء احب اناشد على شغله واحده على كليه العلوم يعني احنا بالاونه الاخيره اضافونا على وزاره الصحه بشكل رسمي يعني العلوميين الكليات السانده فوفروا لنا يعني نسبه تعيين مركزيه بنسبه كلش ضئيله اللي هي 50% 25% العفو فيعني واللي تعينه والعام اللي من فتحة الاستمارة لحد هاي اللحظة ما استلموا أي مستحقاتهم ورواتبهم يعني أدري بيهم أناشد الوزارة عن طريق قناتكم إنه حتى لو تكثر النسبة مال التعيين العلوميين لأن هم أعدادهم هواي اللي من 2010 لحد الآن اللي هم متوقف تعيينهم تمام وبالآلاف يعني وخاصة يعني أكو ظاهرة تصير إنه شخص عمره فت 50 أو 55 سنة من خريج العلوميين ده يتدرب ويا الموظفين الجدد عمره 50 سنة وده يتدرب ويا الموظفين الجدد على أساس تتعينه عمره 50 سنة أصلاً بعد 10 سنوات يطلع تقاعد وهاي الشباب كلها قاعدة فأنا أشدد الوزارة ورئاسة الوزراء إن يكثرون النسبة مال الكليات الساندة اللي هي المفروض تصير أكثر من 25% حتى ولا أقل يعني بالقليل فت 50% سوة يعني بكليات الطبية اللي هي 100% يعني طبعا. وشكرا حياك الله شكرا جزيلا اليوم السادة المسؤولين السادة اللي بوؤوا مناصب جديدة يفترض أن يعني يسمعون كل هذه المناشدات كل هذا الكلام لابد أن يسمع لأنه هذا الكلام ترى كلام أنا أعتبره مستهلك يعني شنو مواطن يقول لي أريد مي بطراف بغداد ما عندي مي بالحلة ما عندي مي بالنجف ما عندي مي هذا الكلام المفروض المسؤول إذا سوي سيرش في اليوتيوب على أي موضوع يلقى بيه مشاكلها اكتب أنت محافظ عن كربلاء اكتب ماء كربلاء شحة المياه في كربلاء يعني ماكو شيء يخفى اليوم اكو عالم رقمي اليوم اكو مؤسسات إعلامية رصينة اكو برامج خدمية وميدانية مثل برنامجنا يوصل الصوت
انت اذا تريد تشتغل يا سيد يا مسؤول يا وزير يا محافظ يا نائب ايضا اذا تريد توصل صوت اهلك معروف القضيه. هذا الكلام واكثر راح نسمعه باستمرار، لكن اللي يفترض على الساده المسؤولين ان يخلون بحساباتهم هذا الكلام لابد ان يسجل وينفذ. نكمل حوارنا. والله يساعد اخويا، شلون الصحه؟ الله يخليك. من وين؟ من الحله. من الحله؟ من شارع 40. 40 وسط الحله انت. زين، شارع خدمات هذا زين يمكن؟ لا الحمد لله. هذا اهم شارع عندكم؟ ايه. من الشوارع المهمه بالحله. ايه لا زين. مو؟ اليوم اللي تحتاجه اليوم شو تريد اليوم من الحله؟ والله احنا نريد بس سلامة البشر، واهم شيء ما يقطعون الماي، الماي اهم شيء برا. يعني خوارة بحلة بس انا هم ساكن وياهم. ساكن بس انا باب بالخارج. شنو تحتاجون؟ والله اريد اهم شيء سلامة البشر والماي لهالبشر. هم ماي هم بالحلة ماي. اي والله. اكو بعد اكو واحد يناشد على ماي. والله الماي اهم شيء. ماي. اي ماكو. ب 2022 تدوري على ماي. هو من كان القياده لحد هسه يلا جانا ماي. هذول خاص صدق عبالهم الماء سر الحياه وقطعه والماء سووا. والله ماكو ماي انا احكي لك صدق. تعال من هناك وشوف بعينك. شوف ذاك ما يقول عمتي ما خله صدق طغيته. بس ماكو ماي. ماكو. اي والله. الله يعينكم على الحله. عد انا عد بالخوارج. انت بالنص. اي والله. السنتر. تحياتنا لك وللحله. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. الله يبارك فيك ويخليك. من وين؟ ان شاء الله من محافظه كربلاء. حياكم الله. حياك الله. شلون كربلاء؟ الحمد لله بخير ان شاء الله. لا نعم الحمد لله بخير. كربلاء شلون؟ خير. نعم. كربلاء الاصل؟ كربلاء الاصل. حياك الله. كربلاء يصيرون ناس مسالمين. والله طلاب الشر. حقيقه احنا نتمثل بالامام الحسين. عليه السلام. منهاجنا ما طول احنا عايشين في محافظه كربلاء. طبعا. محافظه كربلاء هي تصير بالاخلاق دائما. طبيعتنا نصير ناس هادئين. صح الكربلاء هذه. السلام وما نحب المشاكل وهي هاي طبيعتها الكربلاء. تمام. اليوم ابن كربلاء شو يريد من السيد رئيس الوزراء القادم؟ والله العظيم او الحالي نحمد الله ان شاء الله وان شاء الله وندعي من الامام موسى بن جعفر ان يكون يوفر شو نريد احنا؟ نريد ترى مطالب بسيطه. زين ترى الشعب العراقي من يطالب وتطلع مظاهرات حاليا يريد من عده يريد تكون مطالب بسيطه، الماي والكهرباء والعيشه البسيطه. صح. هي هاي غير ما نريد هذا اللي وفروه انعم الله عليهم. زين ونتامل به ان شاء الله. زين انا اول شيء اشكر قناه الفلوجه لان وفرت القناه وخلتنا نتحدث بها. احنا قضية محمد الشيعي السوداني وهاي الحكومة كلها ما كان عين بها بالعصر. بس انا اقول لك احنا شو نقول؟ نقول ان شاء الله ان شاء الله يتغير الحال. نقول بلكي احنا قمنا نعيش على البلكي. اي شباب. الاحتمالية يعني. احنا بلكي. فهاي يعني فرصة يعني ترى فرصة ما تتعوض. فرصة. رئيس الوزراء اذا يشتغل صح الناس كلها تنتقل. الفرصة احنا اعطيناه مجال وان شاء الله هو بالامن هو ابن العراق ان شاء الله. صح. ونسأل الله واهل بيته ان نكون يصير افضل من غيره، افضل من كان اسبق من عده، ونتامل به ان شاء الله الخير قدامنا ونحصل من وراء. هسه ندعي انا وياك ان شاء الله ان شاء الله بحق موسى بن جعفر وبحق محمد الجوادي ان يكون الشعب العراقي يعيش بامان وسلام وان شاء الله يعم هالخير هذا على امته. امين يا رب. امين بالجاه رب العالمين. اشكرك الله يبارك فيك. تحياتنا لكربلاء واهلها. حياك الله. الناس والله عايشه بالتمني والاحلام، وناس عايشه بكل ما يحتاج المواطن دا تسولف فيه، دا تسولف عن همومها ومشاكلها، واللي يسولف فيه السيد المواطن نابع من 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 قلبه وشلعان قلبه بالشارع. هذا الكلام كلام الناس، هذا الصوت صوت المواطن العراقي من مدينة الكاظمية المقدسة، يراد أن نكون يد واحدة في خدمة الناس. ونشوف السيد المواطن. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. شلون الصحة؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يحفظك. الله يستر عليك. شلون وضع المواطن العراقي؟ والله الحمد لله يعني مثل ما تقول ماشيه والامور والحمد لله والشكر. هاي تعال اعطينا مجال الحاج خلي يعبر وراك. ايه الحمد لله والشكر ماشيه الامور ويعني يعني مثل ما نقول نطمح للاحسن وان شاء الله البلد وضعه يتغير وان شاء الله للاحسن. احنا
كشباب شو نريد احنا غير الامن والامان ونعيش حياه سعيده مثل باقي الدول، والله يحفظنا وان شاء الله العاق للتغيير. يا دوله بابا علي تقول ان يالهم عايشين بهالعيشه؟ والله صراحه الخليج، خليج قطر الامارات يعني ما شاء الله حقوقهم متوفره كسياحه كسفر يعني متوفر كمواطن، مواطن كل شيء احتياجاته موجوده يعني من لحد ما من صغير لحد فرقك ما عن المواطن القطري. فرق عن المواطن القطري شو انت فرق عنه؟ انا بالبلد هذا عندي خيرات اكثر منهم بس حقوق ما منطينا حقوق كامله ان شاء الله. يعني من اغنى من القطري؟ طبعا اغنى احنا البلد احنا كل ارض بالعراق هاي الارض هاي بيها, بيها, بيها يعني مليارات مثل كتب التاريخ مسولفين بيها. بس سؤال هسه احنا قاعد نسولف بالوراق والتاريخ يقول العراق غني، العراق بيه خير لا ينفذ ابدا صحيح. بس بالواقع القطر راتبه 4000 6000 دولار بالشهر، انت ايش قد راتبك بالعراق؟ والله انا مليون مليون يعني بالزايد يعني 700 دولار 800 700 دولار ولا تنسى هم يعني مثل ما تقول يعني مثل احنا عندنا مدينه الصدر يقولون اكبر من البحرين او من قطر او من الكويت. مالك دخل بهاي السوالف، حياك الله. حبيبي حجيتنا الله يساعدك قواك الله. شلون الصحه يابا؟ من وين يابا؟ من موسى بن جعفر. من بغداد جناب؟ من بغداد. اي حياك الله. زرتي لو بعدك؟ يعني زرتي لو بعدك؟ لا والله بعدنا هالسرعه. هسه تزورين؟ اي والله. امان ادعي لنا وادعي للعراقيين كلهم. والله لكل العراقيين ادعي. أيوة. لكل الشباب ان شاء الله. اي والله. شنو تحتاج الام العراقيه من الرئيس وزراء؟ شو تطلب منه؟ شو تقول له؟ طبعا كل شيء هي يعني متوفر فد شيء، كل شيء تطلب. شو تريد؟ المرأة العراقية شو تريد؟ الأم بالذات؟ إي شو تريد؟ تريد سلامة ولدها وتريد سلامة الشباب. الأم حالياً بهذا العمر تقول لك أنا ما أريد لنفسي، أريد الولادات. إي والله. خلي يصير التعيين اللي يصير عندك. إي والله هي التعيين يريد والله كريم، كلنا ندعم من الله. كل الشباب إي والله. إن شاء الله الله يتقبل زيارتك. شكراً. تحياتنا لعائلتك الكريمة. يسلمك الله حجية. من وسط العاصمة بغداد من الكاظمية كانت هذه حلقتنا من الكاظمية، نختمها ونلتقيكم بالخير دوما في أمان الله.